بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على السريع، اليوم صباحا 30 من سبتمبر الثامنة صباحا، وأنا ذاهب إلى العمل، لاحظت مشكلة، يعني مشكلة عويصة عمت المجتمعات العربية قاطبة. حبيت نوله لها الآباء والأمهات، مشكلة خطيرة جدا جدا جدا، يعني أخطر ما يكون. احنا نشوفوها ولكن ما لا ننتبه إليها. أنا اليوم انتبهت إليها، يعني أنا كذلك أراها مثل الناس، ولكن اليوم انتبهت إليها. هي مشكلة الحقيبة المدرسية التي تحمل على الظهر، كارثة عظمى صدقوني أيها الآباء والأمهات، والله كارثة عظمى. فرق بين الجيل القديم والجيل الحديث. الجيل القديم كان يحمل المحفظة في يده ويتداول في حملها بين اليد اليمنى واليد اليسرى. الآن الحقائب تحمل على الظهر، أطفال صغار يعني سن 5 سنوات 6 سنوات فما فوق يحملون حقائب فوق الظهر، وحقائب ثقيلة جدا جدا جدا. شوف نعطيكم الطب وش يقول في الحقائب، يعني ممكن الإنسان يدخل إلى الإنترنت يلقى فيديوهات، يلقى يعني دي بيبليكاسيون، يعني منشورات تقول باللي الحقائب يمكن حملها للطفل الصغير، ولكن يمكن مراعاة الوزن، والوزن لازم يكون أقل من 10% ولا أقل من 15%. يا أخي الكريم، يمنع منعا باتا حمل الحقائب ظهر بالنسبة للأطفال اللي أقل من 15 سنة. أي طفل أقل من 15 سنة يمنع عليه منعا باتا حمل الحقائب على الظهر، يعني محافظ على الظهر. لماذا؟ لأنه ما زال عظمه في طريق النمو، في طور النمو، ما زال عظمه طري. يعني أي وزن تحطه على الظهر، تضعه على الظهر، سيؤثر على الظهر، على العمود الفقري، ويجعل العمود الفقري يعوج، ينحرف في مساره ولا في وضعيته. يا إخوتي الكرام انتبهوا، حقائب الظهر راهي تعمل تشوهات للعمود الفقري لا يمكن إصلاحها بعد أن يكبر الإنسان. يعني ننصح الآباء درك عامة، درك حتى الأطفال ما يرفضون حمل الحقائب في اليد. يعني لا، يجب 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 أنه نبهوا أطفالنا أنهم يحملوا الحقائب في اليد، لأنه كوارث. أنا جاتني تلميذة والله في الطور المتوسط، عمرها 13 سنة، والله عمود الفقري تاعها أعوج، إعوجاج رهيب. من ماذا؟ من الحقيبة. يعني نتوجه بنداء لجميع الآباء والأمهات أنهم يمنعوا أولادهم من حمل الحقائب على الظهر مهما كان الوزن، مهما كان الوزن. الطفل في 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 مرحلة النمو لا يحتاج إلى وزن فوق ظهره، سيعوج ظهره حتما، حتى ولو هز 1 كيلوغرام. يعني هذه نصيحة على السريع، نتمنى إن شاء الله يخذوا بها آباءنا وأمهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.